Cap Radio. Cap Radio. السلام عليكم. كنشكروا المنبر الرائد كاب راديو الحضور ديالو هنا بمدينة تطوان مصادقة شخصية السنة. كنشكروا الإخوة اللي جونا من مدينة طنجة يعني وجاو يحضروا هذه مصادقة شخصية السنة. كنتمنوا إن شاء الله نكونوا عند حضن الضان ديالكم. كنشكروا المداعمين ديالنا دائما اللي كيكونوا حاضرين معنا. مصادقة شخصية السنة هو اعتراف مجهودات لشباب وشابات هذه المدينة اللي دائما رائدين كيكونوا دائما كل واحد مبدع في المجال ديالو. ان شاء الله النسخه السابعه تكون افضل ان شاء الله. وشكرا لجميع الزملاء اللي جاوا غطاونا هذا الحدث. السلام عليكم ورحمه الله. صراحه انا جد سعيد بهذا التكريم اللي كتنظموا صدى تطوان جميع الشخصيات اللي كانت متميزه في هذه السنه ديال 2023. واخا ما كنتاميش يعني في السكن مدينه تطوان، لكن كيحصل لي شرف كبير انني نكون ضيف الشرف هذه المناسبه هذه. السلام عليكم. اميمه اكدي متوجه بلقب شخصيه السنه النسخه السادسه في المجال الاجتماعي وخدمه الفئات الهشه. اليوم ولله الحمد حضرنا العرس التطواني اللي توجوا فيه مجموعه من الشخصيات من مدينه ديالنا تطوان، وكانت هذه صراحه التفاته طيبه من طرف صدى تطوان اللي دائما كنشوفوا منا دعم وتشجيع للشباب والمعطاء في المدينة ديالنا، وكنتمنى أنها تستمر بإذن الله لأنها كتخلي أثر جميل في نفوسنا جميع. السلام عليكم، معكم محمد العثماني الفائز مسابقة شخصية السنة في المجال السياحي الإشعاعي. أولا كنشكروا الهيئة المنظمة لهذا الحدث الرائع، وكنشكروا جنود الخفاء وراء نجاح التظاهرة، وكنشكروا جميع المنابر الإعلامية اللي كتزيد من القيمة هاد التظاهرة هادي. مع حركة الفائز بشخصية السنة 2023 في المجال الفني والإبداعي. كنشكرو جريدة صدى تطوان على هاد الحفل. أنا بالنسبة لي كنعتبرو ماشي حفل، كنعتبرو عرس كبير في مدينة تطوان اللي كيعطي واحد الطاقة ولا كيعطي واحد الشجاع لمدينة تطوان. وشكرا لكم كنبيكم، كنشكرو مرحبا. أول حاجة أنا جد سعيد بهذا التكريم هذا وبهذ المناسبة هادي وهذا القناة ديال صدى تطوان. مشكورة على التكريم اللي يعني كيعكس المجهودات ديال كل رياضية ولا كل فنان ولا كل، فشكرا على التكريم وبارك الله فيكم.